مرحبا، معكم روان صالح من فريق سمارت. مثل ما حكينا، النتورك بتكون عبارة عن نودز واركس. النودز اللي هي بتعبر عن مايلستونز او مراحل، انا وين وصلت في البروجكت تبعي. كل ما انجز اكتيفيتي اكيد انا بوصل لمرحلة معينة. والاركس او الاروز هي بتعبر عن الاكتيفيتيز. تمام. طبعا في الرسمة في عنا احنا اكتيفيتيز بيكونوا نورمال اكتيفيتيز عادي، برسمهم بالرو عادي، او في عنا دمي اللي هي باجي برسمها بخط متقطع مثل هيك. متى انا ممكن احتاج الدمي؟ خلينا نشوف هذا المثال. هاي في عندي اكثر من اكتيفيتي، هو بيشبه اللي قبله، بس احنا افترضنا لو زدنا كمان عليه اكتيفيتيز اي و اف و جي، وافترضنا انه هيك راح تكون كمان الاميديت بروديسرز لكل اكتيفيتي فيهم. مثل ما بلشنا الرسم اللي قبلها، نيجي بنبلش بنود رقم واحد. اوكي، بنطلع منها الاكتيفيتي الاولى اللي هي A لنود رقم اتنين، والاكتيفيتي التانية اللي هي B لنود رقم تلات. طيب بعد هيك ايش في عنا؟ بعد هيك حكينا انه C تطلع من ال B، والسي بنفس الوقت هي هي immediate predecessor ل D، هي ومع ال A. ورحنا ايش عملنا؟ وصلنا السي لل A وطلعنا منهم D وانتهى الموضوع. بس في اشي لازم ننتبه له هون، هو انه السي مش بس لل D immediate predecessor، بل هي كمان لل E ولل F. بس بنلاحظ انه مش جايين نفس الشيء، يعني مش جاي هون السي مع ال A وهنا كمان السي مع A. لو كانت كليتهم A و C، A و C و A و C، بصير سهل الموضوع. بس بنرفع C من هون من هاي النود لل A وبنطلع منها ثلاثة activities. بس مش هون القضية عندي. أنا القضية اللي عندي هون إنه اختلفت في أشياء اعتمدت على C لحالها وأشياء اعتمدت على C مع ال A. لهيك أنا شو بعمل؟ باجي بطلع C لحالها لنود لحالها، هاي أربعة، وبعدين برجع بطلع من السي من هاي النود اللي بتطلع من السي بودي دمي هاي. ايش يعني الدمي؟ الدمي هو مش عبارة عن اكتيفيتي زيادة ولا اي اشي. يعني فعليا انا بهاي المرحلة مش اني بروح بشتغل اشي فعليا وبستخدم تايم وليبر والى اخره. هاي بس عشان انا اوضح اللوجيك للنتورك اللي انا عندي. يعني لانه انا في عندي اشياء على السي بس لحالها راح اطلعها من هون، واشياء على السي مع الاي، فانا لازم اودي السي لهون كمان. واحنا حكينا ما بصير الاكتيفيتي يكون في الها تو اروز مختلفين، عشان هيك بنستخدم الدمي. وبطلع من عندي هون الدي وبعدين في عندي الاي والاف بيطلعوا من السي، اوكي. ولازم هاينا غلطنا الغلطة هاي اللي هي كنت بدي احط انا الاي هون والاف هون، وما انتبهت انه الاي والاف والدي بيعتمدوا، هدول الثلاث بيعتمد عليهم الجي. حكينا احنا لازم ننتبه انه اذا كان في عندي اكثر من اكتيفيتي باجي بطلع كل اكتيفيتي ايش لها immediate predecessor، واذا كانت هي اصلا عبارة عن immediate predecessor لاشي تاني. هذا كان المقصود بانه لازم ننتبه قبل ما نرسم الرسمة عشان ما نخربط. فخلينا بنعيدها تحت. هاي اول شي واحد، طلع عنا A وطلع عنا B، بعدين من ال A من ال B طلعنا C وطلعنا منها دمي لنود اتنين عشان نطلع ال D. وبعدين من ال C حكينا بيطلعوا عنا ال E وبيطلع عنا كمان ال F. كنا بنوقفها على نود عشان ما بصير يطلعوا تو اكتيفيتيز
من نفس النود لنفس النود، وبعدين آخر شي نعمل جي وبنوصل لآخر نود اللي هي 7. هيك احنا بنكون رسمنا هاي الرسمة في حال كان في عنا دمي. وكيف انتبهنا، شفنا كيف ممكن نغلط، عشان هيك لازم ننتبه. وحكينا انه في حالة لما يكون في عنا نطلع من نفس النود لتاني نود نفس الاكتيفيتيز، ناخد واحد منهم وبنوديه لنود تاني بعدين بنرجعه. يعطيكم العافية.